أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الصعب سهلا يا رب العالمين. إن شاء الله حل محافظة بور سعيد للصف الأول الإعدادي. يختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة للسؤال الأول. أجب عن الأسئلة الآتية، كل أسئلة هنجاوب عليها. السؤال الأول يختار إجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. هنا بيقول لك جذر 100 ناقص جذر 100 ناقص 36. طبعا هتنسى تقول لي جذر 106 ناقص 36، هتقول لي جذر 100 بتساوي 10 زائد ناقص 6. لو قلت 10 ناقص 6 يبقى خطأ. ليه؟ احنا لازم نجري العملية تحت الجذر الأول اللي عن جمالية الطرح. يبقى جذر 100 ناقص 36 تد 64 بتساوي 8 في 8 ب 64. سلم على كده. مستطيل طوله 3 أمثال عرضه، فإذا كان عرضه ص فإن طوله 3 ص 3 أمثال. ربع العدد 24، هنقسم على 4 تديك 4 أس 19. يعني هتطرح الواحد من العشرين يديك 19. إذا كان ناقص س أكبر من 3 فإن لما بضرب في ناقص بنعمل إيه؟ بتغير اتجاه التباين، يبقى س أقل من سالب 3. بضرب الطرفين في ناقص. عند إلقاء حجر الأرض مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد أولي هو أولي. عندي في الحجر الأرض الأولي الاتنين 3 والخمسة، يبقى 3 على 6 بتساوي 1 على 2. أكمل مات. إذا كان عمر أحمد الآن س سنة فإن عمره بعد 7 سنوات، هيبقى س زائد 7. 20 و 18 و 16 و 14 كده بنقص 2. ها يبقى بعد كده هتبقى إيه؟ 12 و 10 وهكذا. 5 ناقص 4 في 2، مش هنطرح الأربعة من 15، 15 ناقص 4 مش هينفع تطرح الأربعة من 15. بنضرب الأول يبقى ناقص 4 في 2 ب 8 بتساوي 7. إذا كانت س زائد 1 بتساوي 6 فإن س بتساوي 6 ناقص 1 بتساوي 5. احتمال حدث المؤكد بيساوي 1. اختصر لأبسط صورة، سالب 2 على 3 أس 0 بإيه؟ بواحد. يبقى ده 1 في جذر 16 4، جذر 1 80 9 في 3 على 4. على 4 في 1 على 4 في 1 3 في 1 على 3 في 9 3 في 3 يبقى كله بيساوي 1 في 1 في 3 ب 3 بتلت. بدون استخدام الحاسبة أو بقيمة 9، يبقى نقول 9 الأول نسيبها بره كده زي ما هي، ونجري العمليات الأقواس الصغيرة أولا. 5 زائد القوس الصغير 3 زي ما هي، 8 على 4 فهل 2 القوس الكبير تساوي 9 زائد 5 3 5 زائد 3 مضروبة فيه 2 ب 6 بتساوي 9 زائد 5 و 6 11. احنا 9 مضافة من نضافة مع القوس ده كله، يبقى 9 و 11 بتساوي 20. أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية، اللي هي ص في ص للمعادلة بقى 4 س زائد 3 بتساوي 11. يبقى هنقول 4 س بإضافة المعكوس الجمعي للتلاتة اللي هي سالب 3 للطرفين بالشكل ده، يبقى 4 س بتساوي ده بصفر، 11 من شيل منها 3 تدي لك كام؟ ها 11 من 3 8، اقسم على 4 يبقى س 4 على 4 8 على 4، يعني س بتساوي 2. يبقى إذا مجموعة الحل بتساوي 2. أوجد مجموعة حل المتباينة، 5 أقل سين 2 سين ناقص 1 أكبر من 5 وأقل من تساوي 9. 2 سين ناقص 1 أكبر من 5 أقل من أو تساوي 9.
نتخلص من الواحد، يبقى بضيف المعكوس الجمعي ليه السالب واحد اللي هو موجب واحد لكل الأطراف بالشكل اللي احنا شفناه دوت اهوت. أضفت زائد واحد عشان أخلص من الواحد ده اللي هي بالسالب هنا هنا هنا. 5 × 6 أقل من 2 س، أقل من أو تساوي 10، نقسم على 2 لكل الأطراف. 6 × 2 × 3، × 2 × س، × 2 × 5، يبقى مجموعة الحل بتساوي أفتح قوس مجموعة نقول س، حيث س وبقول تنتمي لح من أعداد حقيقية، و س أكبر من 3 وأصغر من أو تساوي الخمسة. عددان طبيعيان أحدهما ضعف الآخر ومجموعهما 12، أوجد العددان. يبقى أحدهما، نفرض أن أحد العددين س، يبقى أحدهما ضعف الآخر، يبقى الآخر كام؟ 2 س ومجموعهما 12، يبقى س و 2 س بيساوي 12، نجمعهم يديك 12، يبقى 3 س بتساوي 3 س بتساوي 12، نقسم على 3 يديني 12 × 3 في الأربعة. يبقى إذن العددان هما 4 و 8، 4 و 8 تجمعهم يديك 12. يحتوي صندوق على 6 كرات حمراء و10 كرات سوداء و4 كرات بيضاء. يبقى نقول نوات ايه؟ احمر 6، اسود 10، ابيض 4. فاذا سحبت كرة واحدة عشوائيا احسب احتمال ان تكون الكرة مسحوبة سوداء. كلهم كام دول؟ 20، يبقى نون ف بيساوي 20، أن تكون سوداء لام أسود بيساوي عدد الأسود كام؟ 10، على الكل على عدد الكل 20 يساوي نص. طيب لام أزرق بيساوي، شوف كده اقرا تاني، 6 حمراء 10 سوداء 4 بيضة، مفيش أزرق، يبقى ده حدث مستحيل يساوي صفر. ليست حمراء، انا جبت الاحمر، لا نجيب لام احمر ونترحم الواحد. ليست حمراء بيساوي 1 ناقص لام احمر، بيساوي 1 ناقص لام احمر بكام؟ الاحمر بكام؟ 6 على 20، يبقى بتساوي ده 20 المشترك، يبقى دي 20 ناقص 6 بتساوي 14 على 20. ده اللام أحمر، نقسم على الاتنين تدي 7 على 10، هي 7 من 10 يعني. أكمل ما يأتي، ده الحل النهائي أهو، 7 من 10. أكمل ما يأتي، إذا كان س أس سالب 1 بتساوي 4، فإن 4 س بكم؟ طيب هي س أس سالب 1 نقلب، يبقى 1 على س، عشان الأس ده ما ينفعش تعمل معه هو بالسالب، بيساوي 1 على 4. 1 على س بتساوي كام؟ 1 بتساوي 4. 1 على س هتتقلب، بس الأربعة مش تقلب، يبقى 1 على س بتساوي كام؟ 4، يعني س بتساوي ربع. طيب 4 س يبقى بتساوي 4 في ربع بتساوي 1. الصورة القياسية للعدد ده هي كام؟ نحرك العلامة لناحية اليمين، يبقى عندنا 10 أس سالب كام؟ نشوف 10 أس سالب، نجم أدا واحد، هنقل أدا 1 2 3 4 5 6، وقف هنا، هتبقى 7 و2 من 10، 21 100 يعني، أس إيه قلنا؟ 6، ده 1 2 3 4 5 6، يبقى السالب 6. أوجد قيمة 3 على 2 أس سالب 2، مش 3 على أس سالب 3، سالب 3 هتبقى سالب 3 على 2 أس سالب 3. تنزل دي تحت، تغير إشارة الأس، تبقى 3 أس 3، ودي 2 أس 3، وممكن أعملها بسرعة كده أهو، اللي هي 2 على
تلاتة الكل أس تلاتة، يعني جبت المعكوس الضرب للكسر اللي عندي، النهاية هتساوي كام؟ 8/27. ستة، عاوز قيمة ستة أس سبعة في ستة أس سالب خمسة في ضرب نجمع الأسس، يبقى سبعة نجمع بإشارتها ناقص خمسة بتساوي ستة أس اتنين 36. السؤال اللي بعد كده ماشي، يبقى كده خلصنا الامتحان، والسلام عليكم ورحمة الله.